السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم فقاس بريستيج فقاس جويف. عندنا بالنسبة للمقادير اللي غنستخدمو 350 غرام ديال الدقيق، هنا 6 البيضات، 6 البيضات 350 غرام ديال الدقيق. عندي هنايا 100 غرام ديال المشمش المجفف اللي قطعتو على دي بتي دي هكايا. عندي هنايا 50 غرام ديال الزبيب اللي بقته في الماء بقى مقداه. بالنسبه للفواكه الجافه عندنا القرقاع اللوز البيستاش تقريبا 150 غرام في المجموع. بالنسبه للوز والبيستاش راني بقيتهم في الماء حتى تحلو شويه عاد تسخن شويه. وعندي 180 غرام سنيده، ربع كاس ديال الزيت، عندي جوج خميرات حمر، واحد الفانيليا مع الزا مع ألزة ديال مزهر، مزهر وألزة ديال الفاني. بالنسبة للزنجلان عندنا جوج معالق زنجلان، جوج معالق ديال الكوك، وقبيصة ديال الملحة. القوالب اللي غنستعمل هما هادو على هاد الشكل. عندي هنايا خمسة ديال الشكالات، الدائري، المربع، هدا تخيانكل، القليب، هدا على شكل دمعة. هادو هما القويلبات اللي عندي اللي درت لهم الزبده بوماد دهنتهم، ومن بعد درت عليهم الدقيق باش يشد الدقيق. خص تكون الزبده ما دايباش، تكون بوماد. صافي هادو هما المقادير ان شاء الله، وتابعونا في الطريقه. دابا هنايا درت البيض ودرت سنيده، درت الزه ديال الفاني وديال مزهر، وغادي نطوب هاد الشيء مزيان، ومن بعد نتلاقاو نطوبو بحال اللي غنخدم شي جينواز ان شاء الله ونتلاقاو. ضعف الحجم ديالو. دابا غندوزو نزيدو له المكونات الاخرى، نزيدو داك الربيع ديال الزيت ربع كاس، نزيد الطحين، نزيد معاهم الخميرات، غنستعمل غير الطرب اليدوي. نمزج غير بشويه هاد، ندخل ليها الدقيق، دابا غنكمل المكونات الاخرين. غادي نضيفو هاد القرقاع مع اللوز والبيستاش، هنا عندي الزبيب، المشمش، والزنجلان، والكوك. دابا غندمجو المكونات، دابا
صافي، من بعد ما ندمجوهم مزيان يتخلطوا مزيان نفضغوهم في القوالب، وديك الساعه نشوفوا عاوتاني الطريقه ديال الطهي ديالهم. دابا هنايا انا كنعمرهم، كنعمر القوالب غير بالمعلقه، كنحاول نجيب العجينه في الوسط. كان بامكاني نبوش نعمر بها، ولكن ماشي مشكل لان القوالب ديجا عندي كبار، ماشي دوك الصغار. دوك الصغار ضروري خصهم تخدميهم بلا بوش. وهنا القوالب راني لبستهم لتحت بالبابي الومنيوم باش ما يخرجليش، باش ما تخرجليش العجينه على برا فاش يكون طيب. وما كنعمرهمش كاملين، كنحاول نعمر كتر من نص بشي شويه، لان غادي تطلع غادي تفيض. فإلا كان عمرتهم غادي تخرج لي العجينه اكيد على برا، دونك كنفوت النص بشي شويه فقط. دابا هنايا قبل ما ندخلهم للفران غادي نغطيهم من الفوق بالبابي كويسون، ومن بعد ندير عليهم الطاوه ديال الفران، نتقلها بهم عاد ندخلهم للفران باش ما يخرجش. اكيد خلاص راه العجينه ما عمرهاش بزاف، ما غاديش تخرج، ولكن كنغطيوهم الاحسن كتغطى بالبابي كويسون، ونتقلوها بالطاوه ديال الفران وعاد ندخلوها. كنشعلوا الفران من التحت، كنطيبوه حتى كطيب من التحت شي ساعه الا تقريبا، بحال الطياب ديال الكيكه، حتى كطيب من التحت تقريبا بالضبط ساعه الا، وعاد كنشعلوها من الفوق، كنعريوها ونشعلوها من الفوق، كتحمر شويه من الفوق وكنحيدوها. هنا ها هما بعد ما خرجوا، ما كديمو لو بسهوله، ولكن بعد ما يبردوا تماما، يبردوا مزيان، انا فتقطع لي الفيديو، يبردوا مزيان كنديمو ليهم، كندفعهم غير بصبعنا وكيخرجوا بكل سهوله. من بعد غادي نلويهم في الماليمونتار، وعاد نديرهم في واحد الزيف وداك، ونلمدوهم بالزيف وندخلوهم للفريكو ساعد المكانه ما نفوتوهاش، وهي كيبردو مزيان باش كيسهل علينا التقطاع. وما نساوش واحد الحاجه، هي فاش كنبغيو نديمو ليهم ضروري ما ندوز الموس في الحاشيه، بحال اللي كنديرو الكيك كندوز الموس عاد كنقلعو الكيكه، هكا كنديرو لما نجيو ندفعوهم حتى ندوزو الموس من الحاشيه عاد ندفعو هذا من نديمو ليهم. وهنا كما كتشوفوا هو التقطاع تيجي سهل، لان راه هما باردين ماشي جامدين، غير باردين باش كيسهل تقطع بموس مرض بطبيعة الحال وبشويه بحال هكا. ونحاولوا نقادو تقطيعه باش يجيونا في قياس واحد ديال لاباسور، وان شاء الله ومن بعد نعاود لهم بحال الفقاس الاخر، نحمرهم عادي نستفهم ونحمرهم. هنا احنا استفناهم في اللاطه ديال الفران، وغندخلهم الفران مهيل العافيه، وبحال فاش كنحمروا الفقاس المسوس الفقاسات كاع العاديين، فاش كنعاود لهم التحمار كنديروا عافيه مهيله وكنحمرهم. وهما بعد ما وجدوا احنا هما القليبات مع القليبات الكاروس، خلاص الطريقه التقديم راه كتختلف. انا دابا غير حطيتهم هنا في الطبيسيل وبيتهم لكم، لان من بعد عاد استفتهم مع حلويات اخرين. ونتمنى ينال الاعجاب ديالكم هذا الفيديو ديال الفقاس بريستيج اللي غني بالمكونات ديالو. شكرا على المشاهده، والى اللقاء الى فيديو اخر ان شاء الله. نتلقى